اليوم تابعنا أيضا مؤتمر المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية الذي واصل أعماله في ألبانيا، وذلك بمشاركة الآلاف من أنصار منظمة مجاهدي خلق، إضافة إلى عشرات الشخصيات السياسية الأجنبية والعربية. وينظم على هامش المؤتمر معرض صور وشهادات حول جرائم نظام الملالي في الداخل الإيراني. وفي كلمة أمام المؤتمر أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي أن على الدول الكبرى وقف سياسة المهادنة مع النظام الإيراني الذي وصفته بالمستبد، وقالت أن على الدول العظمى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الحرية. لقد أثبتت تجارب المقاومة الإيرانية أن الملالي لا يفهمون أي لغة سوى لغة الحزم ولغة القوة، وشددت على أنه حان الوقت للقوى العظمى أن توقف سياسة المهادنة ومنح التنازلات للنظام الديني الدموي المستبد والمصرف المركزي للإرهاب، النظام الذي هو المحتم للرغم القياسي للإعدام في العالم، وأن تعترف القوى العظمى بحق الشعب الإيراني في المقاومة وتحقيق الحرية. مساء قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن نظيره